السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم عن برنامج شورت كات. هو برنامج مونتاج مجاني اوبن سورس، سهل جدا في التعامل معاه. خلينا نشوف المؤثرات اللي موجودة فيه. طيب هقول له فايل نيو وهقول له مساج المشروع، دي المشاريع اللي كانت موجودة قبل كده وده المشروع الجديد. هسمي المشروع ده مثلا كيو دبليو اي ار، وهنا بيقول لي المود او يعني كام فريم في الثانية، المساحة بتاعته قد ايه، وهكذا. تقدر تختار اللي انت عايزه وتقول له اوتوماتيك. طيب كده دي الشاشة اللي موجودة عندي. خليني ابدأ اقول له اوبن فايل وابدأ افتح ملف موجود، وليكن مثلا هختار الملف دوت. تمام، هختار اوطي الصوت. تقدر تتفرج عليه، تقدر تشيل جزء مثلا معين من هنا. الجزء الازرق ده هو اللي هتقدر تدخله عندك هنا في التايم لاين، يعني تقدر تختار الجزء الازرق دوت وتروح سحبه هنا وحطه معايا في التايم لاين. التايم لاين اهوت اه، او كان مظبوط على الكيفين. طيب بقى موجود هنا معايا هنا، تقدر تيجي هنا تشوف الخصائص بتاعته بحيث ان انت تزود السرعة بتاعته السبيد. تمام، او تقدر تختار تقول بدل ما هو مثلا 9 ثواني انا عايزه مثلا 5 ثواني بالشكل دوت. ممكن تيجي تغير في الصوت نفسه، تعدل فيه في الفيديو. تقدر تيجي هنا بقى تقول له فلتر. فلتر دي بقى المؤثرات اللي موجودة هنا. هتلاقي عندك مؤثرات كتيرة جدا، مثلا على سبيل المثال سايز، تقدر تتحكم في السايز اللي موجود. تقدر تكتب هنا البوزيشن اللي انت عايزه، وتقدر تكتب السايز اللي انت عايزه بحيث يأثر معاك هنا. ممكن مثلا خلينا نقول 500 مثلا، هتلاقيه بدأ يصغر معايا. هتقول له هنا ترجع كل حاجة زي ما كانت. تمام، ممكن تقول له أنا عايز مثلا سايز انت فريم بوتوم. طيب خلينا نزود مؤثر آخر وليكن مثلا البريتنس، ونشوف المؤثر هيبقى عامل ازاي. كده انت هتفتحه جامد، كده انت بتغمق. عايز تلغي أي مؤثر ممكن تيجي هنا وتشيل العلامة ديت، أو تقول له ديليت. ممكن أجي هنا وأقول له أنا عايز تكست، عايز أكتب تكست هنا موجود. تمام، وتقدر تختار التكست اللي انت عايزه وتكتب التكست اللي انت عايزه. خلينا نيجي نقفل ديت اهي. التكست اهو، عايز انا اقول له اديت وابدا اكتب اللي انا عايزه، مثلا بين اريبيا على سبيل المثال، وتقول له فايل سيف، تقفل خلاص. طيب خلينا نبدا نشغل الفيديو. هتلاقي الكلمة اهيت بس مش باينة عشان هي سودة. تمام، طيب يبقى احنا هنيجي هنا بمقلبيا وهقول له انا عايز اعدل اللون. هقول له مثلا ده هنا الستايل، هنا الاين، هنا بول، الفونت نيم، فونت سايز، فونت تكست كولر. اقول له خلي بالي باللون الابيض. اوكي، واقول له سيف وسيف. طيب خلينا نشغل الفيديو. هتلاقي الكلمة ظاهرة هنا. تقدر كل مرة تعمل ايديت، تكبر، تصغر، تغير فيها زي ما انت عايز، تخليها بولد، تغير الفورمات بتاعها، تغير اللون زي ما انت عايز. ممكن تقول له فايل، تقول له انا عايز مثلا اغير ميوت، ميوت يعني الغي لي الصوت خالص، مش عايز يبقى فيه صوت خالص. تمام، ممكن تقول له انا عايز اعمل الكرر مثلا، عايز اغير الوايت بالانس، نظبط الوايت. ممكن تغير في الفوليوم، في الصوت، ممكن في السايز، الكونتراكت، الكالر. بص بقى لون افضل شوية، والشادو تقدر تلعب فيه زي ما انت عايز.